شو تعرف الصيدلي ببلادنا؟ ببلادنا بيقولوا عن الصيدلي بياع برخصة أو بياع فرنجي، وهي الجملة اللي قال لي إياها والدي الله يحفظه يوم اللي قعدت بدي أدخل على كلية الصيدلة بأول مرة اتخذت فيها قرار وقلت لهم أنا بدي أدرس صيدلة. طيب ليش؟ ما أنا دكتور المفروض وعم بشتغل بالميديكال فيلد، ولكن هذه نظرة مجتمعية لهذا الفرع. اليوم حابب أتكلم على موضوع الصيدلي وإيش هي الفرص اللي ممكن يحصل عليها وإيش هو المجال اللي ممكن يشتغل فيه هذا الصيدلي، بعيدا عن أنه يوقف بس بصيدلية كشلف توكر أو يوقف يشتغل كميديكال ريب يقعد يلف بالشوارع. شو هي الفرص اللي ممكن يحصل عليها كصيدلي جديد متخرج من الكلية أخذ شهادته بإيده ونزل على سوق العمل قبل ما ينصدم طبعا بالواقع اللي موجود في سوق العمل؟ بعد التخرج من كلية الصيدلة، الصيدلي في عنده فرصتين للعمل بيظهروا أمامه. الفرصة الأولى واللي هي العمل بشركات الأدوية كميديكال ريب، مندوب للمبيعات الطبية. بيدخل على شركة الأدوية، بيعطوه شوية أدوية، بيعملوا له برين ووش مثل ما قال لي إياها مرة واحد من الدكاترة الكبار رحمه الله، دكتور سامي الشرقاوي، دكتور أطفال، رحت زرته مع مديرتي كانت. فقال لي المندوب وقت بيدخل على شركة الأدوية بيعملوا له برين ووش. البرين ووش إنه ما بيعود يشوف غير البرودكت اللي هو بيقدمه أو هو بيسوقه، كل البرودكت التانية سيئة. هذه الفرصة الأولى بالنسبة للصيدلي. الفرصة الثانية بالنسبة له إذا كان بسوق العمل المحلية ممكن يخلوه يفتح صيدلية بعد ما ياخد تسجيل بالنقابة ويفتح بترخيص الصيدلة يفتح صيدلية. بسوق العمل الخليجية في إلها شروط، انتقلت من سوريا للكويت فكانت الشروط أنك أنت تقضي بشركة أدوية على الأقل بترخيص مزاولة المهنة سنتين لحتى يعطوك شهادة خبرة بهذول السنتين لحتى تقدر تسجل وتاخذ ترخيص لمزاولة المهنة لحتى تشتغل فيها كصيدلي وتوقف فيها بصيدلية. فهذول الفرصتين بالنسبة للصيدلي الخريج الجديد. كيف ممكن يطلع برا هذا الريستريكشن اللي موجود في هذه الفرص، واللي هو مفكر حاله بس يتخرج من الكلية الأبواب كلها مفتوحة بالنسبة له؟ في فرصة ثالثة مهمة جدا يحط بباله، أنه ممكن يشتغل في مستشفى أو صيدلية مستشفى، بس طبعا ما رح يقدر يشتغل إلا ما ياخد ترخيص مزاولة المهنة. فكيف هذا الشخص الخريج في عنده منافسة حتى بالماركت بليس؟ إذا نزل يشتغل كميديكال ريب بتلاقي خريجين كليات العلوم بيشتغلوا في مجال الدعاية الطبية، خريجين كليات البيطرة بيشتغلوا في مجال الدعاية الطبية، خريجين الكيمياء، خريجين أي شخص بيحكي له كلمتين إنجليزي صار بيشتغل كمندوب للدعاية الطبية، فعنده كثير من المنافسة. عنده نقطة قوة وحيدة إنه هو شهادته صيدلي، ففي واحدة من الشركات المالتي ناشونال ممكن تاخده إذا كان عنده واسطة أو كونكشن جوا هاي الشركة، أو إذا كانت المهارات عنده كتير عالية وفلوينت بالإنجليش فممكن إنه يدخل في واحدة من هذول الشركات. فهذه الفرص الموجودة أمام الصيدلي اللي ممكن يكون تخرج مبارح واليوم بدي يشتغل بسوق العمل. خليني خبرك شو صار معي ممكن يطبق عندك وممكن أنت تستفيد منه. وقت اللي جيت أول مرة على الكويت في 2008 نزلت على سوق العمل ما معي حيلة، جيت من سوريا مفلس وجيت بالدين ونزلت على سوق العمل. في واحد من الكونكشن بس بنعرفه بيعرفه الوالد من السوق، دكتور كمال الله يوجه له الخير. رحنا عند دكتور كمال، أنا خالد تخرجت من كلية الصيدلة بدي أدخل على السوق الكويتية. قال لي أوكي أنت بتشتغل مندوب وأنت ممكن تنفع كم. طيب وبدنا شغلة، بدنا وظيفة، ما في أي كونكشن. قال لي شلونك بالإنجليزي؟ قلت له والله يعني ها مشي حالي، خريج سوريا فكانوا الناس يطلعوا علينا هيك ببروجكشن نظرة دونية انه نحن متخرجين من جامعة بتتكلم بالعربي ودرسنا بالعربي. وهون اجت اول نقطة مهمة جدا لدخول سوق العمل، واللي هي انك تحضر نفسك لدخول هذا السوق، انك انت عارف نفسك بدك تدخل على مكان أول شيء رح يطلبوا منك الإنجليش. فاللي عملته أنا أيام الجامعة كان بداية من السنة الثانية والثالثة بديت أقرأ المواد أقراها بالإنجليش وبالتالي أطور اللغة اللي عندي. جيت على سوق العمل
تقريبا جاهز، ولكن ما معي شيء يثبت هذا الأمر. فراح سجلت بأخذ شهادة توفل تثبت أنه أنا عندي دوكيومنت، في هذا الدوكيومنت ممكن أني أنا متحدث باللغة الإنجليزية، شيء يثبت بإيدي، لأنه كانوا أول ما يشوفوا خريج جامعة دمشق أو خريج سوريا لك هذا ما بيعرف يحكي إنجليزي. فهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لدخول سوق العمل. النقطة الثانية واللي هي أني قبلت بأي وظيفة بس لحتى أدخل هذا الماركت، فاشتغلت بمعاش قليل جدا، 200 دينار كويتي. 200 دينار كويتي يعني يساوي اليوم بالدولار تقريبا 600 دولار، 500-600 دولار. هذول 500 دولار أو 600 دولار خلوني أني أنزل على سوق العمل، خلوني أني أبلش أتعرف على الناس اللي موجودة في هذا السوق، أبلش أتعرف على المندوبين، الشركات كيف تفكر، الشركات كيف أوصل لهذه الشركات. بلشت أجهز شوي سيفيات ووزعها على الشركات خلال وظيفتي في هذا المكان، لأني عارف أنه هذا المكان بالنسبة لي هو نقطة انطلاقة وليست نقطة استقرار. حاولت أني أقدم في هذا المكان، حاولت أني أكبر هذا المكان، وفعلاً قدرت خلال 6 شهور بفضل الله أني أرفع المبيعات في هذا المكان من X إلى دبل X على الأقل. انتقلت فيها على بال2009 انتقلت على شركة الـ ATC. بالـ ATC Advanced Technology هي شركة من الشركات الكبيرة معروفة في الماركت الكويتي ومعروفة بالوضعية اللي لها في هذا المكان، فقبلوني من خلال الخبرة اللي موجودة عندي، شوية خبرة كميديكال ريب بسوريا وشوية خبرة في الماركت الكويتي، فانقبلت في هذه الشركة واشتغلت فيها لمدة 4 سنوات. استفدت من هذه 4 سنوات من فريق العمل اللي موجود في هذه الشركة، استفدت من مدرائي اللي علموني كتير خلال هذه المسيرة، واستفدت فيها من الكونكشن اللي عملته مع الدكاترة لأني اشتغلت في مجال طب العظام، فكان عندي برودكت للأطفال وللعظام، فقدرت ابني براندينج لنفسي مربوط بهذا البرودكت، وبالتالي صارت الناس تعرف هذا الشخص وتعرف هذا البرودكت. وهون في نقطة مهمة جدا بالنسبة للصيادلة والميديكال ريب اللي عم يشتغلوا، لما بدك تشتغل على في الماركت تصرف وقت وجهد، اشتغل على البراند تبعك، اشتغل على يور براند نيم، اسمك انت، الكونكشن تبعك مع الاطباء، وتربط اسمك مع البرودكت. ما تشتغل على البرودكت لانه هذا البرودكت اذا وقع رح توقع انت معه، اما اسمك انت رح يضل معك ورح يرافقك. انت قلت من هذه الشركة لشركة تانية بتاخد اسمك معك وبتاخد البراند تبعك معك، وهون بتستفيد من الوقت اللي قضيته في هذه الشركة واستثمرت فيها جهدك ووقتك وطاقتك لحتى تبني الاسم تبعك ويصير في لك مكان في الماركت بليس. قبل ما أختم هذا المقطع في نصيحتين ممكن أقدمهم للميديكال ريب. النصيحة الأولى أنك لما بتدخل أي مجال ممكن تقبل بأي فرصة ممكن تجيك في هذا المجال، هذه الفرصة رح تدخلك على السوق. مجرد ما دخلت السوق وبلشت تلف وتعمل كافرج، هون في نقطة بيوقعوا فيها المندوبين واللي هي اعتماد على داتا قديمة موجودة في هذا المكان. انزل وامسح الداتا بإيدك، انزل واعمل سكانينج للماركت الكامل بإيدك انت، اعمل أبديت للليست اللي موجودة معك، وبس تعمل هذا الأبديت رح تفلتر وتعمل سيجريجيشن للناس، مين عندك الناس اللي ممكن تجيب لك مبيعات، مين الناس اللي ممكن تفيدك، مين الناس ممكن تستثمر وقتك معه. كثير من الأخطاء بيغلطوها الميديكال ريب بالماركت انه هو بيروح بيستثمر وقته بمكان غلط، وبيروح بيستنى دكتور بيكون هذا الدكتور غلط، وبيروح ببرودكت اللي عنده على مكان يعرض هذا البرودكت، وهذا الدكتور اساسا لا هو انترستد ولا هو بيكتب هذا البرودكت. فلما بتعمل كفرج بايدك وبتعرف دكاترتك وبتعرف احتياجاتهم، بتعرف من خلالها تقدر توصل اللي موجود عندك لهذول الدكاترة. النقطة الثانية اللي بنصح فيها الميديكال ريبس واللي هي انك انت تستثمر بنفسك، تستثمر بنفسك لحتى تبني اسمك، تستثمر بنفسك تطور مهاراتك، تستثمر بنفسك لانك انت لما بدك تتعلم مهارات رح تاخذها معك في اي مكان. لما بدك تبني براند لاسمك رح تاخذ هذا البراند معك في اي مكان انت بتروح معه. الشركات بتكبر بالناس اللي موجودة فيها، بس إذا ما كانت هذه الشركة شركتك أنت رح تضيف لها قيمة، بس بيوم من الأيام رح تتركها وتمشي. فأنت ما رح تأخذ البرودكت ورح تأخذ الشركة معك، رح تأخذ أنت، رح تأخذ البراند تبعك ومهاراتك والسكيلز اللي عندك، وبالتالي استثمارك بنفسك هذا ما رح يضيع ولا رح تخسر إذا أنت استثمرت بنفسك اليوم لبكرة.
هذا الكلام للشباب الجدد، انك انت تقبل وتبدأ. أهم شيء أنك تبدأ، ما تقعد على الكنبة وتقول أنا بدي الفرصة اللي بالمالتي ناشونال والشركة اللي هن اللي بدي يجوا يدقوا الباب. لا يا حبيبي، انزل وابدأ ولف وتعب وعرق واصرف مي وكهرباء وجهد وبنزين، وانزل في الحر وانزل في البرد لحد ما تبني هذا الاسم اللي أنت تتعب عليه ويكون لك أسد. الأسد في الماركت بليس للصيادلة والميديكال ريب هو علاقاتك، كونكشن. هذه النتورك اللي عندك هي اللي بتقدر أنت تبيعها في أي مكان عم تتقدم عليه. اليوم عم نشوف تحف ما شاء الله من المندوبين، صار له 3 أيام بالماركت وبيجي بيقول لك أنا عندي خبرة، صار أول امبارح نزل على الماركت. طيب مين بتعرف أنت؟ والله ما بعرف حدا، والله بعرف الدكتور الفلاني. تتصل على الدكتور الفلاني لك ولا عمري شفته. هون مسؤوليتك أنت تبني اسمك في هذا الماركت لحتى تستفيد منه من اليوم لبعدين. إذا عجبك هذا المقطع، أنا خالد قصاب وبيسعدني اشتراكك معي في هذه القناة اللي من خلالها أحاول أطور المهنة كمهنة صيدلة وكمهنة مندوب للمبيعات الطبية وحتى إدارة الأقسام في الشركات الطبية. وهدفي بالنهاية توصيل رسالة طبقتها على نفسي ممكن اشتغلت معي، ما هي وعد انه هي تشتغل معك، ولكن هو نوع من المشاركة ممكن تاخذ منها الشيء اللي بيعجبك وتطبقه عندك. وإذا احتجت أي استفسار أو أي شيء بالتفصيل حول أي موضوع نحن بنتكلم فيه، اترك لي تعليقك تحت ورح نرد عليك بإذن الله تعالى. ولا تبخل على نفسك بالاستثمار بنفسك، هي حياة واحدة رح تعيشها، فعيشها صح. وأشوفك بالمقطع التالي إن شاء الله.